بسم الله تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رواية ابنه عبد الله غفر الله لهما ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله عن ابن عن 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 عبد الله حدثنا غوث بن جابر قال سمعت عقيلا يذكر قال سمعت وهبا يعني ابن منبه يقول إن رجلا من السياحين كان في بيت له قريبا من قرية فذكر نحوه إلا أنه قالت فلما رأيت بين يديه قد احترق صعقت مكاني ثم قالت انطلقوا فلست لكم بصاحبة ما بقيت أبدا فساحت في الجبال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وذكرنا هذا في المجلس الماضي في ذلك العابد الذي نجاه الله عز وجل من كيد هذه المرأة التي سلطت عليه من قبل بعض الفسقة لكي تضله وتوقع به فنجاه الله تبارك وتعالى، وذكرنا فوائده ولطائفه فيما أغنى عن إعادته، فليرجع إلى الدرس السابق إن شاء الله. تفضل. صلى الله عليكم شيخنا. وعن وهب إن سائحا وردءا له يعني تابعا يتبعه مر بأسد وهو رابض على الطريق يلتمس الفريس، فجعل الردء يحدث السائح يقول الأسد الأسد، وجعل السائح لا يلتمس. السائح المقصود به هو الذي يسيح في الأرض، هو الذي يسيح في الأرض تدبرا وبحثا عن آيات الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود به. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وجعل السائح لا يلتفت إليه حتى مر بالأسد، فقام الأسد فتنحى عن الطريق، فلما جاوزا قال الردء لكبيره ألم أكن أحذرك الأسد؟ قال السائح أو ظننت أني أخاف شيئا دون الله عز وجل؟ لئن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن يعلم الله عز وجل أني أخاف شيئا دونه. وهذا يدل على تمام التوكل، وهذا يدل على تمام التوكل من هؤلاء، فلله درهم من المتوكلين على الله عز وجل، ملئت قلوبهم بحب الله تبارك وتعالى فلم ينشغلوا بالعباد ولا بما يكيد لهم العباد. وأذكر لكم من ذلك قصة عجيبة سبحان الله، ولذلك هذه مراتب عالية أحباب الكرام، لما تذكر الآن هذه المراتب من مراتب الخشوع والخضوع لله عز وجل، نحن يعني يقع في قلب بعض الناس ما يصدقها، ما يصدق مثل هذا، لأنه هو قلبه معلق بالدنيا ومعلق بالناس، لكن هذه القلوب المشفقة الخاشعة في العبادة التي ترق عند الطاعة وتخبت عند المناجاة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وبشر المخبتين، تنكسر عند التضرع قلوب حاضرة مع كل عبادة لله تبارك وتعالى، فهذا الخشوع الذي يصيبها ويملأ حياتها وينور ضياءها يصعد بها إلى الملأ الأعلى وهي تمشي على الأرض. ولذلك سعد بن معاذ يقول ما كنت قط في صلاة فشغلت بغيرها حتى أقضيها. ومر معنا في حديث العينين وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر في قصة الثغر وقراءة السورة،
يضرب بسهم ورا سهم ورا سهم، يعني عبادا رضي الله عنه، ولا يريد ان يخلع من يترك الصلاه، يشيل السهم ويرميه وما يبغى يترك من الصلاه. ولذلك الربيع بن خثيم يقول: ما دخلت في الصلاه فاهمني فيها الا ما اقول وما يقال لي. الله اكبر، مشغول بالتلاوه. عامر بن عبد الله بن قيس يقول: سألوه: أتحدث نفسك بشيء في الصلاة؟ قال: نعم، بوقوفي بين يدي الله عز وجل ومنصرفي إلى الجنة أو النار. فقيل له: لا لا لا، احنا بنقول لك يعني من أمر الدنيا ووسوسة الشيطان لنا. فقال: لأن تختلف الأسنة، لي الرماح في صدري أحب إلي من ذلك. الله أكبر، شوف كيف تتعلق القلوب بعلام الغيوب، انظر كيف تتعلق القلوب بعلام الغيوب. ولذلك أحد الناس قدم للقتل وقربوا له الأسد، فلما جاءوا الأسد جلس يمسح بماذا؟ يمسح بلسانه على يده وهو ساجد يصلي. فقالوا بعد ما سبحان الله هذا الموطن ونجاه الله من ذلك الطاغية، فقالوا له: ماذا كنت تفكر؟ قال: والله وأنا في الصلاة كنت أفكر، لعاب الأسد هذا نجس ولا طاهر؟ لا إله إلا الله. وأيضا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري هذا الشجاع الصبور في قصته المشهورة رضي الله عنه وأرضاه، لما خرج في هذه السرية اللي فيها مرثد الغنوي ليذهب إلى قبائل عضل والقارة، فغدروا بهم، قصة مشهورة، وأخذوه إلى قريش وباعوه هناك. ولما خرجوا به ليقتلوه ويصلبوه، فإذا بهم يقولون له: وش رأيك لو أنك أنت بين أهلك آمنا ومحمد هنا مكانك، إيش رأيك؟ عليه الصلاة والسلام قال: والله ما أحب أني بين أهلي ومحمد عليه الصلاة والسلام في بيته يشاك بشوكة واحدة. لا إله إلا الله. يقول أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الرجل العجيب خبيب بن عدي كما عند البخاري عن أبي هريرة كان يأتيه قطف من العنب وهو موثق بالحديد في بيت هذه المرأة من بني الحارث بن عامر، ويأتيه القطف يأكل منه، وليس في مكة عنب في ذلك الوقت، وليس في مكة عنب في ذلك الوقت. فهذه القلوب أيها الكرام الفضلاء لما تعلق بعلام الغيوب يعني تجد منها عجبا. نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ولكم الإيمان. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. وعن وهب أن سائحا وردءا له كان يأتيهما طعاما في كل 3 أيام مرة، فإذا هما لم يأتهما طعام لأحدهما فقال الكبير لردئه: لقد أحدث أحدنا حدثا منع رزقه، فتذكر ما صنعت. قال الرد: ما صنعت شيئا. ثم ذكر الرد فقال: بلى، قد جاء مسكين سائل إلى الباب فأجفت الباب في وجهه. فقال الكبير: نعم، فأجفت الباب يعني سكرت الباب في وجهه. أحسن الله إليكم شيخنا. فقال الكبير: من ثم أتينا، فاستغفر الله عز وجل
فجاءهما رزقهما بعد كما كان يأتيهما. يا سلام، الله أكبر. أرأيتم؟ وهذا يدلك أيها الكرام الفضلاء على التوكل على الله عز وجل، والإحسان إلى الضعفاء، والإحسان إلى الضعفاء، وكثرة الصدقة. إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء أكثر من الصدقة، ولا تحقر منها شيئا، حتى لو أن تضع حبا للطير أو ماء للداجن أو كلمة طيبة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وعن وهب أن سائحا دخل قرية فإذا رجل من عظماء تلك القرية قد توفي، فخرج منها فقال: لا أقبر هذا الجبار. ثم نام نومة فجاءه رجل فقال: يا فلان، هل تملك من رحمة الله شيئا؟ قال: لا، حتى قال ذلك 3 مرات وهو يقول لا. فقال: وما يدريك ما أحدث في وجعه هذا؟ ولذلك أيها الكرام الفضلاء، ليس لمسلم أن يقول في إنسان مسلم: والله والله لا يغفر الله لك. لأن أنت الآن ما يدريك في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأحوال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك الرجل: والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليه فقد غفرت له وأحبطت عملك. هذا هو المقصود في هذه القصة. فلا يتألى أحد على الله تبارك وتعالى، وإن رحمة الله عز وجل 100 رحمة، جعل منها واحدة في الدنيا و99 في الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وعن وهب قال: كان سائحا وردءا له، قال السائح لردئه: ادخل القرية فاشتري لي كفنا، فإني الساعة الردء اللي هو المرافق، قال ربنا تبارك. طيب، هل هذه الكلمة وردت في القرآن؟ نعم شيخنا، ها، نعم شيخ، وأرسله معي يريد أن يصدقني. أيوة، نعم، أحسنتم، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. كان سائحا وردءا له، قال السائح لردئه: ادخل القرية فاشتري لي كفنا، فإني الساعة، يعني ميت، يعني ميتا، وعجل. فدخل الردء فإذا بعظيم من عظماء القرية قد توفي، فاحتشد الناس في قبرانه، فأغلقوا حوانيتهم، فلم يقدر الرد على ما يشتري، حتى رجع الناس فاشترى كفنا وحناء. ما معنى في قبرانه؟ يعني في دفنه من القبر، يعني في دفنه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. حتى رجع فاشترى كفنا وحناطا، فرجع إلى صاحبه فإذا به قد توفي وأكل السبع وجهه، فجعل يتلهف ويتحسر. قال: أما فلان الجبار فكفن وحنط ودفن، وأما فلان فأكل وجهه. فقيل: أما فلان الجبار فإنه لم يكن له إلا حسنة واحدة، فأحب الله عز وجل أن يخرجه من الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وأما فلان السائح فإنه قد كان عمل عميلا فأخرجه الله من الدنيا وهو لا يجد ألم ذلك. نعم، إذا كل ما يصيبك تكفيرا لذنوبك فاحتسبه عند الله، حتى الشوكة يشاكها يكفر له من سيئاته. والحنوط هو الذي يكون مع الأكفان، يجهز به الموتى. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وعن وهب قال: كان سائح بعث معه ملك، وأمر الملك أن يصنع كيفما صنع السائح. قال: فدخل في واد
فإذا بجيفة، فقال السائح على أنفه بثوبه من ريح الجيفة، وصنع الملك مثل ما صنع السائح، فقال له السائح لما فعلت هذا؟ قال أمرت أن أصنع كما تصنع، فقال له السائح أما وجدت ريحا كما وجدت أنا؟ قال الملك لا، ليس يؤذينا شيء إلا ريح الكافر. يا سلام، معناها طبعا هذه الجيفة. ما معنى الجيفة؟ الجيفة هي جثة الإنسان إذا مات وتحلل وأصبح نتنا، هذه تسمى الجيفة. هذه تسمى ليش؟ هذا تسمى الجيفة. وهذا أيضا معناه أن هذا الميت الذي مات هو ماذا؟ هو مؤمن، وليس إيش؟ وليس كافرا، وليس كافرا. وهذا أيضا معناه أن الإنسان أحيانا يقيس الأمور بمقاييس تكون خاطئة وإن كان من العباد، فإن العالم هنا أفضل من العابد، فإن العالم هنا أفضل من إيش؟ أفضل من العابد. نعم. الله إليكم شيخنا. وعن وهب أن رجلا كان على مجامر بيت المقدس، وكان له ابنان، فبلغ المقصود فج... المجامر، معذرة، المجامر هنا جمع مجمر، ومجمر ومجمر مجامر، والمجامر هي المجمرة التي يوضع فيها البخور، هذه تسمى، هذه هي اسمها مجمرة وأنتم تعرفونها. يعني كان رجل مسؤول على الأواني التي يوضع فيها النار للبخور. نعم. الله إليكم شيخنا. أن رجلا كان على مجامر بيت المقدس، وكان له ابنان، فبلغ مثل تلميذ أبي هريرة، أبو عبد الله المجمر، تلميذ أبي هريرة، وهذا ليه؟ لأنه كان يجمر مسجد رسول الله، فهذا الرجل كان مسؤول من أنه يجمر بيت المقدس، المسجد الأقصى، وكان له ابنان. نعم، فبلغ يعني خلاص بلغ مبلغ الرجال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. فجعلا يعبثان بالنساء، عياذا فلم بالله، يتحرشان بالنساء، يتحرشان بالنساء. نعم. فلم ينكر عليهما، فبعزتي حلفت لأميتنهم ثلاثتهم في يوم واحد، ولأسلطن على أهله بعده الفقر. الله يعافينا وإياكم. ولذلك قالوا لا غنى مع زنا، عافانا الله وإياكم. ولذلك الإنسان يحذر من أن يقع في المعاصي التي تزيل النعم وتستنزل النقم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أيضا فيه ما يقع من كثير من الناس، صالحين أو طالحين، يجد المنكر من بناته ومن أبنائه في البيت ولا ينكر عليهم، وهذا معناه الرجل صالح في نفسه لكن ليس مصلحا. ولذلك إن العذاب يرفع بالمصلحين لا بالصالحين، إن العذاب يرفع بالمصلحين لا بالصالحين. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قالوا أهلها صالحون، لا، قالوا أهلها مصلحون، يعني صالح نفسي مصلح في غيره. فليس لك أن تكون تحضر الدروس وتتقفل العلم ولكنك في بيتك زوجك متبرجة وأبناؤك لا يصلون، إلى غير ذلك. لا، انتبه لمثل هذا، ولا تكوني أنت أيضا صالحة وأولادك ليسوا كذلك. عليك من هذه الأشياء هي التي تستجلب النقم وترفع النعم، عافانا الله وإياكم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن وهب أن إبليس لعنه الله جاء إلى سائح فأراده، فلم يستطع منه شيئا.
أراده أن يغويه، زين له معصية. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. السائحون المقصود به العابد، أرأيتم؟ السائحون يعني المقصود به هنا إيش؟ العابد، متعبد، رجل متعبد. نعم، وكان في من قبلنا أن هؤلاء المتعبدون يسيحون في الأرض ويتعبدون. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. فلم يستطع منه شيئا، فقال له: إني أريد أن أصادقك. قال له السائح: ليس لي بصداقتك حاجة. قال: بلى، تسألني عما شئت أخبرك. قال: نعم. قال: بما تفتنون الناس؟ قال: إنا ننظر إلى أهل العجل منهم والحدة، فنلعب بهم كما تلعب الصبيان بالكرة. أرأيت؟ هذا هو. فلذلك لا تكن عجولا ولا تكن حادا إلا فيما دل عليه الدليل، وعجلت إليك ربي لترضى. فالعجلة مذمومة إلا فيما رضات الله تبارك تبارك وتعالى. ولذلك من الحدة الغضب. النبي يأتيه الرجل يقول: أوصني. قال: لا تغضب. يأتيه عن يميني وعن شمالي ومن أمامي من خلفي، فيقول: أما تعلم؟ لا تغضب، ما تعرف إيش معنى الغضب؟ ولذلك هذه الشرور كلها من تأتي من الغضب، عافانا الله وإياكم، اللي هي الحدة والعجلة أيضا. ولذلك النبي يقول: أشج عبد القيس فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال: الحلم والأناء. الحلم والأناء. نعم، الله إليكم شيخ. وعن وهب بن منبه قال: قال بعض أحبار بني إسرائيل: أصبحت مثل الخصلة في أثر القاطف، ومثل السنبلة في أثر الصارم. فكم أعد عسى أعد أن أعد فضيلتك. أصبحت أصبح أصبحت أصبحت مثل الخصلة في أثر القاطف، ومثل السنبلة في إثر الطارد. ومثل فكم عسى أصبحت مثل الخصلة في أثر القاطف، ومثل السنبلة في أثر الصارم. نعم، نعم أحسن الله إليكم شيخنا. أصبحت مثل الخصلة في أثر القاطف، ومثل السنبلة في أثر الصارم. فكم عسى أن أتقي. الأحبار جمع حبر وحبر بخفض ونصب الحاء المهملة، لغتان، بالخفض والنصب لغتان. وهو العالم في بني إسرائيل، يسمونه إيش؟ يسمونه الحبر أو الحبر، يسمونه الحبر أو الحبر. ولذلك هنا ماذا يقول؟ يقول أنه أصبح مثل الخصلة في أثر القاطف، في أثر من يقطفها. وهذا دلالة على ماذا؟ دلالة على أنه على ضعف الإنسان، دلالة على ضعف الإنسان. فلذلك لما نقول الصارم وأن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، إن كنتم صارمين. الصارم اللي هو القاطع الذي يقطع الشيء، ومثل السنبلة في عند الذي يقوم بماذا؟ عند الذي يقوم بصرمها، يعني بقطعها وجنيها، بقطعها وجنيها. وأصبح مثل الخصلة في أثر القاطف، مثل الذي يقطف العنب كأنه خصلة في يده، يعني أصبح ضعيفا، ليس بماذا؟ ليس بشيء، يخشى الفتن ويخشى الأهواء التي تمر به. فكم عسى أن
أن أتقي. وهذا يدلك أنك مهما كنت متعبدا لله فأنت ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، فعليك أن تقوي ضعفك بالقوي تبارك وتعالى، ألظ بها ذا الجلال والإكرام. نعم، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وعن وهب بن منبه قال: ظهرت في بني إسرائيل قراء فسقة وسيكثرون فيكم. وحذر النبي من ذلك، أن الإنسان يقرأ القرآن ويقيم حروفه ولا يقيم حدوده، يتقفر العلم، يقيم حروفه ويحفظ متونه، لا يكون هذا العلم له أثر في أخلاقه. والنبي قد حذر من ذلك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجعل ذلك من علامات ومن دلائل النبوة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد بيّن أن من علامات الساعة كثرة القراء وقلة الفقهاء والعلماء، والنبي وضح ذلك عليه الصلاة والسلام: يكثر القراء ويقل الفقهاء. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موضحا مثل هذه الأمور، وبين يأتي على الناس زمان المتمسك فيه بالسنة كالقابض على الجمر، القابض على الجمر. وهذا كل يدلك أنه هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالإنسان دائما أيها الكرام الفضلاء عليه أن يواطئ علمه عمله، أن يواطئ علمه عمله. والدارمي والحاكم عن ابن مسعود، هذا الأثر هذا عن ابن مسعود يعني يجد في قلبي قروحا سبحان الله، يقول: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، اسمع لهذا جيدا رعاك الله، يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، يعني يشيب الكبير على هالفتن ويتربى الصغير عليها، ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. هي أصلا فتنة وبدعة، مثل الآن ما تجي واحد تقول له: يا أخي المولد ما في شيء اسمه الموالد، ما في شيء اسمه الاختلاط، ما في شيء اسمه كذا، يعني يقول لك كيف هم تربوا على مثل هذه الإيش الأمور. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وفي رواية: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. وهذا الحقيقة الذي يحدث الآن، تجد أراذل الناس يخرجون عن القنوات وإلى غير ذلك ويتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون: ناديته زيدا فسمعه عمرا وكتبه خالدا ونطقه بكرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية: لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك النبي مر معنا في جامع العلوم والحكم لابن رجب: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لوكع ابن لوكع. اللكع معروف اللي هو اللئيم الأحمق الجاهل ضيق الصدر الوسخ سبحان الله، كما قال صاحب اللسان، ويقال للرجل لكع وللمرأة لكاع. فهذا كله الكلام هذا من أشراط الساعة، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم،
تفضل. نعم نعم شيخنا. وعن عقيل بن مدرك السلمي قال: أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لقومك لا يأكلوا طعام أعدائي، ولا يشربوا شراب أعدائي، ولا يتشكلوا شكل أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وهذا فيه النهي عن التشبه، وهذا أيها الكرام الفضلاء فيه النهي عن التشبه بأعداء الدين. قال أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لقومك لا يأكلوا طعام أعدائي. أعداء الله عز وجل هم الفسقة وهم الكفار وهم العصاة، ولا يشربوا شراب. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: لا تصاحبن إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يشرب شراب أعدائه، مما حرم الله عز وجل من الخمور والمفترات والمخدرات إلى غير ذلك، ولا يتشكل شكل أعدائه، كما نرى الآن في شباب المسلمين يتشبهون بأعداء الله عز وجل من الكفار، ويشبهوهم في ملابسهم وفي أفعالهم وفي أخلاقهم. فيكون أعدائي كما هم أعدائي، عافانا الله وإياكم. فيكون بذلك هذا المتشبه عدو لله تبارك وتعالى، كما كان هذا الكافر عدوا أصليا لله تبارك وتعالى. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا منتهى آمالنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، ومن كان منهم حيا أطل عمره على طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. واجعل ثواب ما تعلمنا وما علمنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. وأجزهم عنا خير ما علمونا وخير ما أحسنوا إلينا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله، أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، نجنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فلا تحرمنا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عسلنا عند موتنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، واجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله. نسألك من خير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك كل قضاء قضيته لنا أن تجعله خيرا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.